السلام عليكم، معكم سعيد في حلقة جديدة وقصة جديدة على قناتكم سعيد لوجيا. إذا كانت هذه أول مرة كتفرج فيها، ما تنساش تابونا في القناة، فعل الجرس وبارطاجي فيديو. ويلا بينا نبداو. كان يا مكان في قديم الزمان واحد الراجل ديما كيجي المسجد كيبان على أساس أنه فقير. كان واحد شاب ديما كيمشي مع واحد الشيخ، كان عنده شوية ديال العلم وكان ديما عزيز عليه المزاح، وخا هو شخص اللي هو عالم. فواحد النهار بعد الصلاة خرجوا من المسجد وخرجوا كاع الناس، خرج هذاك الشاب ومعاه هذاك الشيخ وبقوا كيتمشاو شوية قدام المسجد وكيتكلموا. من بعد لاحظوا ان هذاك الراجل الفقير اللي ديما كيجي بوحده وما كيتكلم مع حتى شي واحد هو اللي بقى بوحده في المسجد وكيصلي. فشنو طرا في هاد اللحظة؟ فكر هاد الشاب وهاد الشيخ باش انهم يديروا برانك لهذا الراجل. شافوا ان الصباط ديالو القديم حاطو قدام المسجد، وقرر انه يهز ليه هذاك الصباط ويهرب ويخبيه في شي بلاصه باش ملي يجي بدا يقلب على الصباط ديالو ما غاديش يلقاه ويشوف ردات الفعل ديالو، ومن بعد بطبيعه الحال غادي يقولوا ليه ها هو الصباط ديالك وسمح لينا راه كنضحكوا معاك. ولكن هذاك الشيخ العلم ديالو والسمت ديالو والادب ديالو الاخلاق ديالو ما سمحتش لانه يدير هذا الفعل هذا بشخص مثل هذا الشخص اللي هو فقير وكيعتبر ان هذاك الحذاء ديالو هو من اغلى ما كيملك. فاقترح على الشاب واحد الفكره، بالطبع غادي نديرو برانك، غادي نمزحو مع هذا الراجل ولكن بطريقه اخرى افضل واكثر جماليه. اشنو قال؟ قال لي غادي نهز واحد الفرده من الصباط ديالو وغادي نحطو فيه شويه البركه ديال الفلوس. فقرر الشاب انه يجبد من جيبو شي شويه ديال الفليسات، الراجل حتى هو جبد شويه الفلوس ومشاو الفرده ديال الصباط ديالو وخشاوها لداخل ومشاو تخباو ورا الشجره اللي قدام الجامع. من بعيد كيلاحظوا باغيين يشوفوا رده الفعل ديال هذاك الراجل الفقير من بعد ما يخرج من المسجد ملي غيخشي رجلو في الصباط، شنو غادي يدير وشنو غادي يكون رده الفعل ديالو؟ ما هي الا ثواني فقط خرج ذاك الراجل من المسجد. اشنو دار؟ غيلبس طريقه عاديه كما كيدير ديما الفرده الاولى اليمنيه، من بعد غيلبس اليسريه. ملي يخشي رجلو يحس بشي حاجه، بحال يحس بشي حاجه يعتقد انها حشره ولا شي حجره. فشد الصباط دار ليها ساسو وشاف واحد الاكتشاف عظيم، ان فلوس طاحوا من الصباط. ما عرفش كيفاش تدخلوا كل الفلوس للصباط، وشاف في اليمن وشاف في اليسار، شاف في المسجد ما كاين حتى شي واحد. شنو دار؟ دار واحد الفعل صادم. هذاك الراجل لبس الصباط ديالو وهو يسجد في الارض وهو يدعي، وهو يجي عند هذاك الشيخ وهذاك الشاب سلموا معاه لاباس بخير، راه حنا اللي درنا لك الفلوس، درنا لك برانك وهذوك الفلوس اخذهم ماشي مشكل، بغينا نشوف رده الفعل ديالك، ولكن قول لنا علاش سجدتي وعلاش دعيتي الله وشنو قلتي. قال لهم ملي كنت في الجامع تعطلت، كنت كنصلي واحد جوج ركعات دعيت فيهم الله يعطيني فلوس لانني كان عندي دين وهاد الفلوس ما عرفش منين غادي يجيبو. فملي خرجت من الجامع جيت نلبس الصباط وانا نلقى الله سبحانه وتعالى استجب لي الدعاء ديالي. شوفوا كما كيقول محمد غنايم، انظر الى الامور من زوايا مختلفه. هاد الشاب كيفاش شاف انه غادي يمزح مع هذا الرجل، وهاد الشيخ كيفاش شاف انه غادي يمزح مع هذا الرجل، في الاخير لقاو ان الله سبحانه وتعالى هو اللي جاب هاد الشاب وهذا الشيخ باش انهم يكونوا سبب باش يتستجب الدعاء ديال هذا الرجل اللي خرج من المسجد. هذه كانت قصه حقيقيه وقعت في واحد الزمن ورواوها بزاف ديال العلماء. كنتمنى انها تكون فاتكم، الى عجبتكم ما تنساوش لايك، بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم، ما تنساوش تشتركوا في القناه. قناه سعيد لوجيا فيها قصص، فيها تاريخ اللي ما قرناش، تاريخ ديال الحضاره الاسلاميه. وشكرا لكم على المشاهده، الله يعاونكم.